حصل في العراق للأسف، اللي هو اغتيال الشاب المرشح والمتظاهر أيضا الناشط في كربلاء، وما حصل من تداعيات أخرى. أكو ربط مباشر ما بين حادث الاغتيال وما بين التنافس السياسي المستعر للأسف مبكرا قبل الانتخابات. أكو ردة فعل كلش كبيرة صارت من قبل أحزاب تشرينية بين اقتباسين في مقاطعة، في الدعوة للمقاطعة، الدعوة الواسعة للمقاطعة. كيف قرأتم هذه الحادثة وتأثيراتها على المشهد العام؟ أولا تعازينا لفقدان أحد شبابنا، يعني هذا حادث مؤسف، وندعو من رب العالمين أن يعوض الجنة ويلهم ذوي صبر وسلوان. هذا مؤشر خطير بصراحة، مؤشر خطير مركب. أحد أطرافه أنه استمرار مسلسل استهداف الناشطين، والشق الثاني استهدافه بصفته مرشح، وهذا ما نتحدث به دوما على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للانتخابات. الأجواء الملائمة تبدأ من حماية المرشحين، تبدأ من حماية الأجواء لعملهم ولحراكهم السياسي وتأمينهم وتأمين ناخبيهم. هذا مؤشر على عدم وجود يعني لغاية الآن جهوزية لضبط الإيقاع بما يتعلق بالأمن الانتخابي. ودائما يصير حديث على مستوى الأروقة السياسية أو على مستوى الرئاسات، نؤكد مشتركين سواء كان الأخ فخامة رئيس الجمهورية والأخ رئيس مجلس الوزراء وأيضا رئاسة مجلس النواب بالإضافة إلى سيد رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضرورة اتخاذ السبل لضبط الإيقاع الانتخابي. هذا المسلسل يعني ينبئ بمشاكل اجتماعية، ومن الممكن أن يستمر بتقديرك مسلسل الاستهداف المباشر؟ يعني حسب معلوماتي وتداولي مع الأخ رئيس مجلس الوزراء ده يعمل بشكل متواصل مع الأجهزة الأمنية ل يعني أولا كشف ملابسات الحادث، والأمر الثاني يجب أن من ارتكب هذه الجريمة يجب أن يكون له عقاب قاسي، وأيضا يجب أن يتم تأمين الأجواء انتخابية. الأجواء الانتخابية. المشكلة الإفلات من العقاب هي مشكلة حقيقية ومن الممكن الحديث عنها بعمق، لكن أنا أريد أروح للمغزى السياسي أو الرسالة التي يراد إيصالها. البعض يعتقد أن الأمر مركب ومعقد أكثر من أنه حادث اغتيال يعني جنائي مباشر. لا، الموضوع من الممكن أن يكون سياسي، من الممكن أن يكون رسائل محددة. بالتأكيد هو برسائل هدفها مثلا دفع الآخرين للمقاطعة، يعني هدفها إضعاف إرادة التغيير وأن يتصدر المشهد أو يشارك في المشهد قوة سياسية ناشئة. وهذا يعني جوبه سابقا بالرفض، ولا زالت هنالك محاولات لإبقاء الوضع على ما هو عليه.